بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وإنما يجوز المسح على الخفين للمحدث رجلا كان أو امرأة. ذكرنا في درس سابق أن الشيخ علي رحمه الله تعالى إذا أطلق المحدث أو الحدث يريد به الحدث الأصغر، فقال: وإنما يجوز المسح على الخفين للمحدث، يعني خرج بذلك الجنب، رجلا كان أو امرأة، فهو جائز للرجال وللنساء، لأن هناك مساواة في الشرع بين الرجل والمرأة، هذا أكبر دليل، يجوز المسح لكليهما. قال: دون من عليه الغسل للجنابة. فإنسان مثلا، إنسان لبس الخفين ونام، أو جامع زوجته وراد أن يغتسل، هل له أن يربط الخفين من فوق ويغتسل ويمسح الخفين؟ لا، ليس له ذلك، لابد أن يخلع الخفين. قال: لما روى الترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه عن زر بن حبيش أنه سأل صفوان بن عسال المرادي عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني كنا مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليها إلا من جنابة، يعني لا ننزعها إلا إذا أجنبنا. فالحديث صريح وواضح في أن الجنب لا يمسح على الخفين، ولكن يعني نمسح الخفين من بول وغائط ونوم، فلا يمسح الجنب، فلا يمسح الجنب. وصورته: توضأ ولبس خفيه ثم أجنب ومعه ماء، فليس له أن يربط خفيه بحيث لا يدخل الماء فيهما ويغسل سائر جسده ويمسح خفيه، ليس له أن يفعل ذلك. وقيل صورته: لبس خفيه ثم أجنب وليس معه ماء، فتيمم لجنابته ثم أحدث ثم وجد ماء يكفي للوضوء، ما الحكم؟ لا يجوز المسح على الخفين، وجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغسل قدميه. قال: وكذا لا تمسح النفساء على الخفين. وصورته: لبست الخفين على طهارة فنفست، يعني ولدت، وانقطع نفاسها قبل 3 أيام وهي مسافرة. أقل النفاس، قلنا سيأتي معنا، أقل النفاس لحظة، أقل النفاس قطرة دم، فما يوم 2 وهي مسافرة انقطع الدم ورأت البياض الخالص، هل لها أن تمسح الخفين؟ ليس لها ذلك. قال: وانقطع نفاسها قبل 3 أيام وهي مسافرة، أو قبل يوم وليلة وهي مقيمة، انقطع نفاسها قبل يوم وليلة، قال ليس لها أن تمسح على الخف. وكذا لا تمسح الحائض. وصورة ذلك إنما تتأتى على قول أبي يوسف: إن أقل الحيض يومان وأكثر الثالث، هذا كلام مرجوح طبعا، أبو يوسف قال أن أقل الحيض يومان وأكثر الثالث، ولكن على قول أبي يوسف هذا يمكن أن نصور صورة أن الحائض تمسح على الخفين إذا طهرت. واضح الكلام شيخ؟ في إشكال عنده؟
ما الذي قل لي ما الذي تفهمه؟ عندنا أقل الحيض 3 أيام. أقل الحيض 3 أيام هذا عندنا. وأبو يوسف قال أقل الحيض يومان وأكثر الثالث. فنحن نقول المرأة الحائض ليس لها أن تمسح على الخفين، وبالأصل المرأة الحائض عادتها أقل الحيض 3 أيام، والمسافر يمسح على الخفين 3 أيام. إذا لا يتصور أن تمسح المرأة الحائض على الخفين إلا على قول أبو يوسف، إذا اعتبرنا هي تعمد الآن بقول أبو يوسف وهي مسافرة وحاضت وطهرت، طهرت في بعد منتصف اليوم الثالث، طهرت بعد منتصف اليوم الثالث، فكان يومين وثلاث أرباع اليوم كان إيش؟ أو يومين ونصف، يومين ونصف كانوا حيض عند من؟ أبي يوسف. فاغتسلت، هل يجوز لها أن تمسح على الخف؟ لا يجوز لها أن تمسح على الخف. لذلك قلنا لا يجوز لها أن تمسح، كما قلنا هل تربط مثلا تربط الخف من أسفل هكذا تربط كي لا ينزل الماء، هل لها ذلك؟ ليس لها ذلك، لا لها ولا للجنوب ولا للنفساء. قال وكذا لا تمسح الحائض، وصورة ذلك إنما تتأتى على قول أبي يوسف إن أقل الحيض يومان وأكثر الثالث في مسافرة لبست الخفين فحاضت وانقطع حيضها لعادتها، وهي أي عادتها يعني يومان وأكثر الثالث. وأما على قولهما قول أبي حنيفة ومحمد إن أقل الحيض 3 أيام ولياليها فلا يتأتى تصوير لها، تصوير لمسألة مسح الحائض على الخفين، لأنها إن لبست الخفين قبل الحيض فغسل الرجلين واجب لانقضاء مدة المسح، وإن لبستهما لبست الخفين في الحيض لا يصح. قال فغسل الرجلين واجب لفوات شرط المسح وهو لبس الخفين على طهارة، وهي لما لبست الخفين لبستهما وكانت حائض لم تلبسهما على طهارة. والمقصود تصوير المسألة بحيث لا يكون مانع من مسح الخفين سوى وجوب الاغتسال. إذا لا يوجد مانع من المسح على الخفين إلا واحد، مانع واحد وهو أن يجب عليك الاغتسال، لك أن تمسح على الخفين متى شئت وحالة واحدة ليس لك أن تمسح، وهو إذا وجب عليك الغسل إما لجنابة أو حيض أو نفاس. نعم. وجد ماء يكفي للوضوء لا يجوز المسح على خفيه، وماذا يفعل؟ يتوضأ أو يتوضأ يخلع الخفين، يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه، ولكن هو جنب، ما هو عنده هذا الماء الذي وجده يكفي الوضوء فقط لا يكفي للغسل، إن وجد الماء كثير يغتسل. بعد وضوءه مولانا أول شيء يتيمم لرفع الجنابه، ثم بعد ذلك يخلع الخفين ويتوضأ للصلاة. عرفت؟ طيب. قال وفرضه أي المفروض المسح مقدر عندنا، ما هو الفرض المقدار الذي يجب عليك أن تمسحه من الخفين؟ قال وهو خطوط أي 3 خطوط، مقدار 3 أصابع اليد، يعني مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، مقدار 3 أصابع بهذا المقدار، هذه 3 يجب عليك أنت أن تمسح بهذا المقدار فقط. وقيل أصابع الرجل، يعني وقيل الفرض أن تمسح مقدار 3 أصابع من أصابع الرجل، وهذا القول هو قول الكرخي، هذا قول الإمام الكرخي. طبعا والأول هو الأصح، الأول هو الأصح، يعني أن تمسح مقدار 3 أصابع أصغر أصابع اليد. لما؟ قال لأن المسح فعل، والفعل إنما يضاف إلى الفاعل ولا يضاف إلى المفعول، الفعل المسح فعل
والفعل إنما يضاف إلى الفاعل لا إلى المفعول، فلذلك نعتبر الآلة، نعتبر الآلة في المسح كما الحال في الرأس. هل في الرأس لماذا نحن قلنا يجب علينا أن نمسح ربع الرأس؟ لأن المستخدم هو اليد، واليد تشكل والباء للإلصاق، فإذا ألصقنا اليد بالرأس تشكل ربع الرأس، فالمعتبر الآلة التي هي فاعلة للمسح لا الممسوح، فلذلك كان القول الأول هو القول المعتمد. وقدره الشافعي بجزء ما، يعني لك أن تمسح أي جزء من أجزاء القدم عند الشافعي بجزء ما، بجزء ما، أي جزء بأقل مقدار يسمى مسحا، بأي مقدار يسمى مسحا. ومالك بأكثر ساتر أو كله قياسا على مسح الرأس. على كل كما قلنا في درس سابق أحبابنا، نحن لا نأخذ الفقه إلا من كتب المذهب، من كتب المذهب. قال: وفرضه وهو خطوط مقدار 3 أصابع اليد في أسفل، أي في محل يكون أسفل الساق، أسفل الساق في كل رجل. معروف واضح الكلام أحبابنا، هاي الرجل وهذا هو الساق، يبدأ المسح من هنا، من هنا إلى رؤوس الأصابع. السنة أن تبدأ الأزيادة، معنا تبدأ من رؤوس الأصابع إلى الساق، هذه السنة. فلو مسح على أحد خفيه قدر أصبع واحد هكذا، أو هيك هكذا، قدر أصبع واحد هكذا، قدر أصبعين، تمام، قدر أصبع هكذا، يعني بقي مقدار أصبع، ومسح على الخف الثاني 4 أصابع، هل يجزئه؟ لا يجزئه، لأن المفروض أن تمسح على كل رجل 3 أصابع. قال: فلو مسح على أحد خفيه قدر أصبعين وعلى الآخر قدر 4 لا يجزئه. كذلك أحبابنا لو مسح بأصبع واحدة 3 مرات، هاي أصبع، فعل هكذا 2 3، ما الحكم؟ لا يصح، إلا إن أخذ ماء جديدا في كل مرة، يعني فعل هكذا أخذ ماء، فعل هكذا أخذ ماء، فعل هكذا يصح. ليه؟ أيوة، بمجرد ما رفع يده أصبعه عن القدم صار الماء الموجود هنا مستعملا. مولانا، نعم، هكذا هكذا، أي واحد 2 صح، هذا بلل غير مستعمل، اقتصادي ما شاء الله، كي لا يسرف بالماء. قال: ولو بدأ من قبل الساق إلى الأصابع، هكذا بدأ بالمسح من هنا إلى الأصابع، ولو بدأ من قبل الساق إلى الأصابع أو مسح على ظهر القدم هكذا مسحان على ظهر القدم جاز، إلا أنه خلاف الأولى، لأن السنة أن يبدأ من رؤوس الأصابع إلى الساق. وفي بعض النسخ قدر 3 أصابع اليد أسفل الساق إلى أعلاه، يعني يبدأ من رؤوس الأصابع إلى الساق، أي أعلى أسفل الساق، وهو ما لاقى ظهر القدم، ولا يمسح على أسفلها، من هنا لا يمسح على أسفل القدم، وهو ما لاقى باطن القدم، ولا على عقبه، عقب الخف أو القدم، ولا على جنبه من هنا، ولا على ما تحته، لا يمسح، لأنه لما روى أبو داود في سننه من حديث عبد خير عن علي كرم الله وجهه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
وفي رواية لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هكذا قال رضي الله عنه. وروى ابن أبي شيبة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان. وفي رواية للطبراني بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخف 3 أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة. وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، هكذا يعني هكذا. وكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الخفين. وروى ابن ماجة والطبراني عن بقية بسنده إلى جابر بن عبد الله قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه فنخسه بيده هكذا، وقال إنما أمرنا بالمسح هكذا، وأراه من مقدم الخفين إلى أسفل الساق مرة وفرق بين أصابعه. ولا يسن مسح أسفله عندنا، عند الشافعي يسن أن يفعل هكذا، يضع عقبه على رجل يده اليسرى ويده اليمنى فوق الأصابع ويفعل هكذا. واضح غير واضح ولا واضح؟ هكذا يفعل هكذا هكذا. هذا عند الشافعي، هذا عند الشافعي، هذا بعض أئمتنا قال بذلك أيضا، بعض أئمتنا قال هم لا أعلم دليلهم بذلك، ولكن بعض أئمتنا قال بذلك، قالوا هذا الاستحباب وليس الوجوب، الوجوب الأعلى فقط، هذا من باب الاستحباب حتى يمسح الرجل كلها هكذا. واضح الجميع أحبابنا؟ عرفته؟ طيب قم يا عظمات، قم عظمات أريهم، تعال تعال هنا. إلى هنا وقف. ايه؟ ايوه هكذا هكذا فعل الشيخ عظمه. لا في لا مانع من ذلك، يجوز له لا مانع ان كان مريضا بالمنديل لا مانع كذلك، لو صب الماء صب لا مانع. الله. قال ولا يسن مسح أسفله عندنا، ويسن عند مالك والشافعي لما رواه أبو داود والترمذي من حديث الوليد بن مسلم بسنده إلى المغيرة بن شعبة قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخف وأسفله قلنا قد أعله الترمذي وغيره. انتبه، مالك الشافعي ما قال بوجوب ذلك، قلنا قد أعله الترمذي وغيره، قال ويجوز أي المسح على الجرموقين، على الجرموقين، الجرموقان مثنى جرموق، أي الجرموقين يلبسان فوق الخفين، يلبسان فوق الخفين. أستغفر الله. فوق الخفين في البلاد الباردة فارسي معرب، الجرموق فارسي معرب، ويقال له كذلك موق، يقال له موق. وعليه فالجرموق هو ما يلبس فوق الخف، هكذا عرفه في البحر، هو ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من ساق الخف.
ساقه كالجزم الآن يسموه في كالحذاء الموجود المستعمل موجود عندكم الجراميق؟ أيوة. قال وقال مالك في إحدى الروايتين والشافعي في قول لا يجوز المسح عليه على الجرموق لأنه لا يحتاج إليه في الغالب فلا تتعلق به الرخصة. ولنا ما روى أبو داود بن ماجه وابن خزيمة والحاكم وصححه أن عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته. كان يخرج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وجرموقيه. ولأن الجرموق لا يلبس بدون الخف عادة فأشبه خفا ذا طاقين يعني خف له طبقتين فأشبه الجرموق مع الخف خفا له طبقتان كأنك لابس خف فوق خف يعني تمسح الخف الأعلى فأشبه لبس الخف فوق الجرموق خفا له طاقان. وضحي شيخ ما فهمت أنت كأنك فعلى عمام شو مدخل الكلام أنا على الجراميق الآن يا شيخ فهمت خلاص أنت كيف مسح على العمامة بدلا من من قال لكم لا يمسح الإمامة سيأتي الأمان مولانا هل سيأتي الآن الحديث عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح المسح على الإمامة ما هذا كان يلبس تحته خف يعني قصدك أنت كان يلبس تحته خف نعم أم يجتزئ بهذا؟ يلبس هكذا. تدخل رجلك من فوق بدون شد؟ تستطيع أن تلبسه بدون شد؟ أي لا يستطيع أن لماذا يمسح عليه؟ يعتبر كالخف هذا. هذا يعتبر كالخف. إيه ممكن أن تمسح عليه. لا مانع من ذلك. ما في مشكلة جلد نعل لبد إن كان ساترا للكعبين لك أن تمسح ما دمت تستطيع أن تمشي به ما دام يمكن متابعة المشي به لا يضر. طيب قال ولأن الجرموق لا يلبس بدون الخف عادة فأشبه خفا ذا طاقين وإنما يجوز المسح على الجرموقين عندنا إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح يعني لبست الخفين أولا على طهارة كاملة ثم لبست الجرموق ثم أحدثت أنا أستطيع الآن أن أمسح على الجرموق قبل أن يحدث ويمسح. فأما إذا مسح عليهما يعني لبس الخفين على طهارة ثم أحدث ثم مسح على الخفين ثم لبس الجرموق ثم أحدث لا يملك المسح على الجرموق يابد أن يخلع الجرموق ويمسح على الخفين. فأما إذا مسح عليهما أولا ثم لبس الجرموق فليس له أن يمسح عليه. لما؟ لأن حكم المسح استقر في الخف لأن الحدث حل به فلا يزول بمسح غيره فصار من أعضاء الوضوء حكما الخف من أعضاء الوضوء حكما فيصير الجرموق. فهنا العبارة والله أعلم وأنا على يقين من ذلك أن العبارة فيها خطأ هذه وتقدير الصواب فلا يصير الجرموق بدلا عنه عن الخف يعني العبارة هكذا غير صحيحة فيصير الجرموق بدلا عنه لا هو يقول الشيخ ما يصح أن يمسح على الجرموق
فلا بد أن يكون التقدير الصواب. اكتب عندك لعل الصواب فلا يصير الجرموق بدلا عنه. تصحيح العبارة هكذا، يعني إذا مسح على الخفين أولا، لبس الخفين على طهارة ثم أحدث ثم مسح ثم لبس الجرموق ثم أحدث، لا يصير الجرموق بدلا عن الخفين. لما؟ لأن الحدث استقر بالخفين، فصار الخف كأعضاء الوضوء. إذا لابد من هذا التعديل في العبارة، لابد من هذا التعديل. نعم مولانا. أحدث له أن يمسح على الجرموق، إن خلعه لا يصح، سيأتي ما يصح هذا. قال فله المسح خلع الجرموق. الجرموق عندنا يعني انتظر قليلا، إن خلع الجرموق ولا أظن له أن يمسح على الخف بعد ذلك، ولا ما ليس بذهني الآن. قال أين وصلنا؟ قال وكذا لو أحدث بعدما لبس الخف ثم لبس الجرموق. وكذا لو أحدث بعدما لبس الخف ثم لبس الجرموق فليس له أن يمسح عليه، لأن ابتداء المسح من وقت الحدث وقد انعقد، يعني الحدث في حق الخف، استقر الحدث في حق الخف، ولا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك. أظن أنه يصح أن يمسح على الخفين، والله أعلم. أظن أنه يمسح له أن يمسح على الخفين، والله أعلم. هذا ما أذكره. لا يصح. ليه؟ لأن الجرموق ما قلنا له ساق أقل من ساق الخف. لكن هو يستر الكعبين. إذا كان ساتر الكعبين صار خفا. إذا كان ساتر للكعبين صار خفا مستقلا. قال وكل ما يستر الكعبة، أي ويجوز المسح على ما يستره، ما يستر الكعب، ويمكن به السفر، أي السفر القصير. يعني في بعض الكتب يقول لك ويمكن متابعة المشي عليه مدة قصر، يعني مدة قصر. منهم قال لا، المراد بهذا السفر هنا أن يقطع ثلث فرسخ. ثلث فرسخ، الفرسخ 12,000 خطوة. لما بيسأل واحد ما حد يتكلم، عندما يسأل صديقكم أي صديق ما حد يتكلم أبدا، إذا كل واحد يتكلم كلمة بس يعد منه هنا بقى الحمام. الفرسخ 12,000 خطوة، ثلث الفرسخ يعني 4,000 خطوة. 4,000 خطوة، الخطوة ذراع ونصف، يعني 6,000 ذراع. قال وكل ما يستر الكعبة، أي ويجوز المسح على ما يستره، ويمكن به السفر، أي السفر القصير العرفي، وأقله فرسخ. فرسخ ليس ثلث فرسخ، وأقله فرسخ، يعني 12,000 خطوة، سواء كانا مجلدين. لذلك أحبابنا هذه الجوارب العادية يلبسوها الآن لا يصح المسح عليها، لأنك ما تستطيع أنت أن تمشي بها ولا 100 متر لوحدها، تتمزق مباشرة. قال سواء كانا مجلدين بأن كان الجلد أعلاهما وأسفلهما. إذا الجورب المجلد أن يكون السفل من الجلد من فوق ومن تحت، أما الجورب المنعل الجلد من أسفل فقط. سواء كانا مجلدين بأن كان الجلد أعلاهما وأسفلهما، أو منعلين بأن كان الجلد أسفلهما فقط، أو ثخينين مستمسكين على الساق في قول أبي يوسف ومحمد. يعني الإمام محمد الإمام أبو يوسف قالا يجوز المسح على الجوربين
على الجوربين مطلقا، بشرط أن يكونا مستمسكين على القدمين ولا يشفان. ولا يشفان اختلف في تفسير ولا يشفان. الصحيح أنهما لا يجذبان الماء ويوصلانه إلى الجسم. بعضهم قال لا يشفان بمعنى لا يرى من خلالهما البشرة، وهذا يستلزم كونه ثخينا، كونه ثخينا. فالصاحبان قالا يجوز المسح على الجوربين بهذه الشروط، أن يكون ثخينا لا يشف الماء، وأن يستمسك على القدم. لا يجوز هذا. قال أو ثخينين مستمسكين على الساق في قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة أخيرا قبل موته بسبعة أيام. الله، قبل موته بسبعة أيام. فأبو حنيفة رحمه الله اشترط في جواز المسح على الخفين أن يكونا إما مجلدين أو منعلين، أما الصاحبان لم يشترطا ذلك، لم يشترطا ذلك. وفي النوازل بثلاثة أيام، يعني في النوازل أن أبا حنيفة رجع إلى قول الصاحبين قبل موته بثلاثة أيام، وقيل بأنه مسح على جوربيه في مرضه الذي مات فيه، ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس منه، فاستدلوا بفعله على رجوعه إلى قول صاحبيه. قال وعليه الفتوى لما روى أصحاب السنن الأربعة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي حديث حسن صحيح. واعترض بأن المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين، وأجيب بأنه لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين، يعني الخفين والجوربين، ما في مانع من ذلك. وقد عضده يعني قواه فعل الصحابة حيث مسحوا على الجوارب. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي وابن مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث. على كل أحبابنا بالنسبة للجوربين اللذين مسح عليهما الصحابة الكرام، قال في صفتهما الشيخ العيني في البناية، قال الجوربان اللذان مسح عليهما الصحابة أو يجوز المسح عليهما هما الجوربان اللذان يلبسهما أهل الديار الشامية الباردة، وهما المصنوعان من الصوف المغزول، من الصوف المغزول. إيه نعم. فقال يفتل ويصنع منه ذلك اللباس، ذلك الجورب، ذلك هو الذي يصح المسح به، مع المسح عليه من الجوربين، وغير ذلك لا يصح. فإذا المراد الآن إذن بالجوربين هذين الجوربين اللذين وصفهما الشيخ العيني، وليس أي جوربين يلبسهما الإنسان كما بعض الناس الآن يفتي، وهذا لا يجوز طبعا. الاقتداء لا يصح، هذا غير متوضئ، هذا كيف، هذا غير متوضئ، صلاته باطل هذا. لماذا جاز لبعض المصريين المسح على الجوربين؟ حبيبي ليس بعض المصريين، الوهابية والتلفية خوارج هذا الزمان هم الذين يجيزون ذلك، يقولون أنه في سلفية كثيرة في التلفية، خوارج كثيرين موجودين. ليس هو خوارج ولا السلفي، طالب الأزهر مثلا، طالب الأزهر هذا جاهل، هذا جاهل يدرس معك ولكنه ما قرأ الفقه على الشيوخ، قرأ فقط بعض الكتب، لعله كذلك لا يحضر الدروس في الكلية، يدرس فقط في البيت كي يقدم الامتحان كي يأخذ الشهادة، وبعد ذلك يقول أنا خريج جامعة الأزهر، هو لا يتعلم لأجل العلم، يتعلم ليأخذ الورقة هذه. بعض العلماء الكبار يمسح على الجوربين مولانا، هؤلاء جهلة، العالم لا يمسح على جوربيه، العالم ما أحد من العلماء قال
بجواز المسح على الجوارب هذه في هذه الأيام. ما أحد من العلماء أبدا قال إلا أولئك الجهل أعوان الشيطان خوارج هذا الزمان الوهابية والتلفية. يعني شوف الآن الشياطين بدأت تحضر، لما أن ذكرنا الوهابية كلما ذكرتهم تأتي الشياطين. أنا بذكر الظلمة والخوارج تتنزل اللعنات، بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. فلذلك مولانا لا يصح المسح على هذه الجوارب، هذه الضوابط موجودة في كل المذاهب. هم يقولون أنه يصح المسح على الجوارب عند الإمام أحمد بن حنبل، ارجع إلى كتاب المغني لابن قدامة المقدسي يبين لك كذبهم، يبين لك كذبهم أنه جعل ضوابط وشروطا هي تساوي شروط المسح على الخفين. أن هذا المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب هذا مرجع عندهم، مرجع في مذهبهم، يبين لك أنه لابد أن يكون الجوربان ثخينين يمكن متابعة المشي فيهما. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويؤيده رواية ابن ماجه عن أبي موسى والطبراني عن عيسى بن شيبان وابن أبي شيبة عن بلال أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يمسح على الخفين والجوارب، وأجمعوا على أنه لو كان منعلا، لو كان الجورب منعلا أو مبطنا، أو له بيطانة ثخينة، يعني مبطن له بيطانة تجعله ثخينا بحيث تستطيع أن تمشي به ويمنع نفوذ الماء. الله. يجوز المسح عليه ولو كان من الكرباس، يعني من القطن، لا يجوز المسح عليه. لما؟ لأنه لأن القطن يمتص الماء فيصبح نفوذا للماء. وإن كان من الشعر، من الصوف يعني المفتول المغزول، فالصحيح أنه إن كان صلبا، إن كان الجورب صلب المصنوع من الشعر المفتول مستمسكا، إن كان صلبا مستمسكا يمشي معه فرسخا أو فراسخ. فعل هذا الخلاف يعني بين أبي حنيفة وصاحبه. وشرط كونهما أي الخفين ونحوهما أو ونحوهما أو الممسوحين، شرط كون الممسوحين إذا كانا جوربين أو خفين، سواء كانا خفين أو جرموقين أو جوربين، وشرط كونهما ملبوسين على طهر تام. يعني أنت الآن غسلت رجليك ثم لبست الخفين ثم أحدثت ثم أردت أن تعيد الوضوء، هل لك أن تمسح الخفين؟ ليس لك أن تمسح الخفين، أنت لمستهما على طهارة ناقصة ولم تلبسهما على طهارة تامة. أما لو غسل قدميه، لبس الخفين ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم أحدث، له أن يتيمم، أن يمسح على الخفين، له أن يمسح على الخفين. غسل الرجل اليمنى ثم لبس فوقها، غسل اليسرى، لا ضرر في ذلك، لا مانع. قال وشرط كونهما أي الخفين ونحوهما أو الممسوحين، سواء كانا خفين أو جرموقين أو جوربين، ملبوسين على طهر تام من أي بعد طهر كامل، بعد طهر كامل أعضاء فرض وضوئه أو غسله وقت الحدث. ظرف تام، وقت إعراب ظرف تام، يعني مفعول فيه ظرف زمان. فلا يمسح على الخف الملبوس على حدث. بظن الكلام واضح ولا في إشكال؟ إذا في إشكال أحبابنا نشرح. قال وتمسح المستحاضة ومن بمعناها في الوقت، يعني كل أصحاب الأعذار يمسحون على الخفين، كل أصحاب الأعذار يمسحون على الخفين، ولكن في الوقت. المعذور يتوضأ في بداية كل وقت، فأثناء من الظهر إلى العصر لبس الخفين، عذره سلس بول
أخرج ريح يتوضأ ويمسح على الخف، بمجرد ما دخل وقت الصلاة الثانية يخلع الخفين ويغسل قدميه، إلا عند زفر. زفر قال صاحب العذر له أن يمسح يوما وليلة، له أن يمسح يوما وليلة، أو إن لبس الخف المعذور أو المستحاضة والمعذور لبس الخف في وقت انقطاع العذر. يعني مثلا امرأة مستحاضة ينزل الدم منها بشكل مستمر، شعرت بأن الدم قد انقطع، نظرت لا يوجد دم، فقامت مباشرة توضأت ولبست الخفين، بعد أن توضأت ولبست الخفين عاد الدم بالنزول، هذه تمسح يوما وليلة لأنها لبست الخف على طهارة أو على وقت انقطاع العذر، وقت انقطاع. وهكذا سائر أصحاب الأعذار، وهكذا سائر أصحاب الأعذار. واضح؟ قال وتمسح المستحاضة ومن بمعناها في الوقت، وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومنعه الشافعي في قول لضعف طهارتها، في قول عند الشافعي أن المستحاضة أو من به عذر لا يمسح على الخفين أبدا، ولا تمسح خارج الوقت، لا هي ولا باقي أصحاب الأعذار. وأجازه زفر إلى تمام المدة مسافرا كان أو مقيما، ولا يمسح على الجرموق. على كل قول زفر يعني هو غير مشهور في هذه المسألة، ولا يمسح على الجرموق الملبوس على خف ممسوح، ولا يمسح على الجرموق الملبوس على خف ممسوح. إيش يعني على خف ممسوح؟ أنا توضأت فلبست الخفين ثم أحدثت ثم لبست الخف، مسحت على الخفين، توضأت مسحت على الخفين، وبعد أن انتهيت من مسح الخفين لبست الجرموق ثم أحدثت بعد ذلك، هل أمسح على الجرموقين؟ لا أمسح. إذا لا أمسح على جرموق لبس على خف ممسوح. نعم. قال نعم. لو هو توضأ ولبس خفين ومباشرة قبل أن يحدث لبس جرموقين، وبعد كده هو لابد أن يكون كذلك اشتراط يعني شروط خفين على الجرموق. توضأ لبس الخفين ثم لبس الجرموق ثم أحدث، هكذا يمسح على الجرموق، ما في مشكلة. لابد أن يستر كعب كذلك صح؟ لا، قلنا الجرموق حل المسح على الجرموق. قلنا أخي الجرموق هو حذاء، هو خوف أو حذاء يلبسه، ساقه أصغر من ساق الخوف. توضأت لبست الخفين لبست الجرموق فوقه ثم أحدثت، تمسح على الجرموق أنت؟ هاي ما كلامنا كله الآن على كيفية المسح على الجرموق. ما الذي أشكل عليك أنت؟ لأن المسح يعني حل بالجرموق جرموقين. تمام، تمسح على الجرموق. إذن لابد أن يستر الكعبين كذلك؟ لا، ليس ذلك، ليس من الضروري أن يستر الكعبين الجرموق. ما أعز السؤال ما فهم؟ هذا الجورب مثلا، الجورب في عصرنا. أيوه هذا الجورب آخر. لبست شوقه الجرموق، وهل يجوز أن يمسح؟ لا ليس صح. على خفيه. لو مسحت لبست الخفين يصح. لا، لابد أن تلبس الخف بدون جوربين تحته. تلبس الخف بدون جوربين تحته. هلا بعض لا يصعد تلبس الجوارب ثم تلبس الخف فوقه، تلبس الخف على الرجلين وتمسح عليه.
لأن يصبح الجورب مانعا من المسح على الخفين. لا لا ليس انتبه علي هذا هذا الكلام أقوله لك أنا هذا يعني من باب الأفضل لك أن تفعله أن تلبس الخف على اللحم فقط. إيه نعم ولكن إن لبست الجورب أنا لا أنصح بذلك. أنا لا يعني أن تلبس الخف على الجلد أفضل. إيه نعم لكن إن لبسته على الجوارب يعني إن شاء الله لا بأس في ذلك إن شاء الله. نعم اولا يلبس الجورب بعدين الخف لا باس في ذلك لا باس في ذلك لا باس في ذلك لا حرج لا حرج ان شاء الله لا حرج. الله زال الاشكال في اشكال احبابنا طيب. يجوز المسح على الجرموق عندنا واضح خلاص لا اله الا الله. في مساله ثانيه كان لا يجوز المسح على لا يجوز المسح على الجرموق ان كنت قد لبست الجرموق على خف ممسوح. واضحين نعم أنا أنت سألتني أنت نفسك وقلت لك قلت يغلب على ظني أنه يصح المسح على الخف. لكن يبطل مسحا يجوز أن يصلي بهذا يعني خلع الجرموق ويصلي أم يمسح؟ لابد أن يعيد المسح. والله ما بذهني المسألة هذه هذه ليست بذهني الآن. نعم لو لبس فوق الخف يمسح على الكيس لو مس لبس ايش مثلا مسح كيس او لا انتبه الجرموق الجرموق ينبغي ان يكون فيه اوصاف الخف. لا 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 يصلح ان يمكن متابعه المشي فيه. الجرموق عندكم في بلادكم كيف شكله؟ جرموق هكذا يعني حتى الكعب لا يستر الكعب لا يستر الكعب لا يستر الكعب لا يستر الكعب هكذا انا اقصد سياتي به؟ طيب يلا طيب انتبه يلا انتبه احمد خلينا نكمل نقرا. قال بس قال ولا يمسح على الجرموق الملبوس على خف ممسوح ولا على الخف الملبوس على تيمم. وقال مالك الشافعي وهو أشهر روايتين عن أحمد يشترط أن يكون الطهر تاما وقت اللبس. يعني ليس كما هو عندنا أن الترتيب عندهم ركن من أركان الوضوء. فعندنا لو غسل رجليه ولبس الخفين ثم غسل باقي الأعضاء أو توضأ مرتبا وغسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها ثم أحدث يمسح وعندهم لا يمسح. طبعا هذا بعد تمام الوضوء. هذا تمام صح هذا هو هذا هو هذا هو يجوز يمسح عليه. قال انتبه يا ابني انتبه انتبه. أما لو غسل رجليه ثم لبس خفيه انتبه يا ابني. أما لو غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أحدث ثم أكمل الوضوء لا يجوز له المسح بالإجماع كما ذكره العيني في شرحه في شرح التحفة. لنا أن الخف مانع حلول الحدث بالقدم
فيراعى كمال الطهارة وقت المنع. فيراعى كمال الطهارة وقت المنع، يعني وقت الحدث الخف مانع سراية الحدث. فلا بد أن تكون الطهارة كاملة أو كاملة وقت عمل الخف عمله، وقت عمل الخف عمله. قال فيراعى كمال الطهارة وقت المنع، يعني وقت منع الخف الحدث سريان الحدث. ولا دلالة لهم في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لأن معناه أدخلت كل واحدة منهما وهي طاهرة، كما يقال دخلنا البلد ركبانا، فإن معناه دخل كل منا وهو راكب، لا أن جميعنا راكب عند دخول كل منا، يعني قد أدخل أنا راكب ولكن غيري يكون وقت دخولي غير راكب، ولما يأتي دوره يركب ويدخل. كذا ذكره بعض علمائنا وفيه بحث، إذ يبعد حمل طهره صلى الله عليه وسلم على غير المرتب، يعني يبعد أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا خال من الترتيب، إذ يبعد حمل طهره صلى الله عليه وسلم على غير المرتب المسطور مع احتماله المرتب المذكور. فالصواب في الجواب أن الحديث نحن نقول به، وجواز ترك الترتيب علم بدليل آخر، جواز ترك الترتيب بالوضوء علم من دليل آخر. فتدبر. قال ولا الجبيرة، يعني لا يشترط في المسح على الجبيرة كونها مربوطة على طهر، لا في الجبيرة. الخف يشترط في المسح عليه أن يكون ملبوسا على طهارة، قال لا في الجبيرة، الجبيرة لا يشترط ذلك، لا يشترط في المسح على الجبيرة كونها مربوطة على طهر، لأنها تشد حال الطهر أو حال الضرورة، فاشتراط الطهارة في شدها مفض إلى الحرج. وقال الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه يشترط، يعني يشترط أن يشد الجبيرة على طهارة، لأنه مسح على الحائل فصار كمسح الخف، لأن المسح على الجبيرة مسح على الجسم الحائل عن الجلد، تمسح على الجسم الحائل عن الجلد، فصار حكم الجبيرة حكم الخف. فكما أن الخف يجب لا يصح المسح عليه بدون طهارة سابقة، كذلك الجبيرة لا يصح المسح عليها بدون طهارة سابقة. هذا عند مالك والشافعي، عفوا عند الشافعي وأحمد. والجبيرة عود أو نحوه يربط على العظم المكسور ونحوه لجبره، هذا في زمانهم، في زماننا اختلف. وفي المحيط لو كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح، لو كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح، يعني هنا في جرح مثلا فوضعت عليها لساقة، هذه اللساقة غطت الجرح وبعض الصحيح، هل يجوز لي أن أمسح على هذه الجبيرة أم لا يجوز لي أن أمسح عليها؟ هي مسح أخذت الجزء المجروح وزيادة من الصحيح. الجواب نعم يصح، أن هذا الجزء الصحيح الذي أخذته الجبيرة لا تقوم الجبيرة إلا به. قال لو كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح أو افتصد فتجاوز الرباط موضع الجراحة، فإن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يجوز المسح على الكل تبعا لموضع الجراحة، لأنه لا يمكن ربط موضع الجراحة وحده. وإن كان الحل حل الجبيرة والمسح لا يضر بالجرح لا يجزيه المسح على الخرقة، بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها،
يغسل ما حول الجراحة ويمسح على الجراحة، فإن ضره المسح تركه. قال وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل يمسح، ولا يضره حل الجبيرة، يمسح على الخرقة التي على رأس الجراحة ويمسح حواليها. يعني انتبه علي، هذه الآن الجرح، هكذا في جرح الآن، وضعت عليه خرقة، أمسح فوق الخرقة التي فوق الجرح. انتبه، والصورة أنه لا يضره الحل، فأحل الجبيرة أو الخرقة وأمسح على المكان الصحيح. تمسح الغسل، إن ضرك الغسل تمسح، إن ضر إن كان الغسل لا يضر بالجرح تغسل. قال وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل، يضره مسح الجرح ولا يضره حل الجبيرة، يمسح على الخرقة التي على رأس الجراحة، قال ويغسل حواليها وما تحت الخرقة زائد. كذا فسره الحسن بن زياد، لأن جواز المسح لأجل الضرورة فيتقدر بقدرها. ومن ضرر الحل، حل الجبيرة يعني أو الخرقة، أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها، كمن كان يصلي على دابة راكبا لدابة ولا يستطيع، يستطيع النزول ولكن لا يستطيع أن يركب، لا يوجد من يركبه عليها، يصلي على الدابة ولا شيء عليه، كذلك الحال هنا. قال ولو مسح على بعض الجبيرة، ذكر الحسن أنه إن مسح على الأكثر أجزأه وإلا فلا، يعني الأصل أن تمسح على أكثر الجبيرة وليس الشرط أن تمسح على كل الجبيرة، لأنه أقيم الأكثر مقام الكل دفع للحرج. ولو ترك المسح على الجبائر والمسح يضره، ترك المسح على الجبيرة والمسح يضره، جاز بلا خلاف. وإن لم تضره، إن كان لا يضره المساح، لم تجوز صلاته عند أبي يوسف ومحمد، ولم يحكي في الأصل قول أبي حنيفة، وقيل عنده عند أبي حنيفة يجوز تركه، يجوز ترك المسح على الجبيرة وتصح صلاته. أبو حنيفة والصاحبان اتفقا، اتفق أبو حنيفة والصاحبان على وجوب المسح على الجبيرة بمعنى عدم جواز الترك، ولكن الصاحبان قال المسح على الجبيرة واجب بمعنى أنه يفوت الجواز بفوته، فلو ترك المسح على الخفين ما صح صلاته. وأبو حنيفة يقول يجب المسح على الجبيرة بمعنى أنه يأثم لو أنه لم يمسح على الجبيرة وتصح صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة. واضح؟ كلاهما قال المسح على الجبيرة ما حكمه؟ واجب، ولكن المسح عند الصاحبين يفوت الجواز بفوته، واجب بمعنى يفوت الجواز بفوته، الواجب عند أبي حنيفة واجب بمعنى لحوق الإثم، بمعنى أنه يلحقه الإثم. نقرأ العبارة من أولها كي نفهمها. قال وقيل عنده عند أبي يوسف أبي حنيفة يجوز تركوه بناء على رواية استحبابه عنده، قيل هو قوله الأول ثم رجع عنه، والصحيح أن عنده مسح الجبيرة واجب وليس بفرض حتى يجوز بدونه، يجوز بدونه الصلاة، حتى تجوز الصلاة بدونه، لأن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به. قال في متن المواهب وبه قال، ولكن هناك فرق بين الوجوب عند أبي حنيفة والوجوب عند الصاحبين. وفي الخلاصة، من يقول مسح الجبيرة فرض يقول استيعابها فرض، وهو رواية عن أبي حنيفة، وفي رواية عنه لو مسح الأكثر يجوز وعليه الفتوى،
والمجروح كالمكسور. ثم قال ولا بأس بسقوطها. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.